شكرا للزميل عبد العزيز النصر، وشكرا ايضا لضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي، والشكر موصول كذلك لمتابعي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان. مع استمرارية منافسات بطولة أمم أوروبا اليورو 2020 يصل إلى محطته قبل الأخيرة، ولكن هذه المرة لا يصل من خلال القطار الذي انطلق من العاصمة روما، لكن يصل بهذه السيارة هنا إلى ملعب ويمبلي التي تحمل كرة مباراة الدور نصف النهائي المباراة الأولى، والتي ستجمع ما بين منتخب إيطاليا ومنتخب إسبانيا في أول مواجهات هذا الدور لمعرفة الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية بعد 4 أيام من الآن يوم 11 من هذا الشهر، بانتظار الفائز يوم غد بحول الله من مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الدنماركي، وبالتالي العودة مرة وبعدت لا زالت مستمرة قائمة السديدة تأتي. لكن الأولى تأتي براية من المساعد الأول أو الثاني، الثاني هو اللي رفع الراية وأعلن عن وجود التسلل من خلال هذه ثوانيها الاحتياطية في الجهة اليسرى للمشاهدين الكرام، وفي الجانب المقابل إيطاليا بألوانه الزرق لخدمات سارابيا، بينما في الجانب المقابل إيطاليا أمر لا يستصعب عليها الأمر أمام لاروخا الحمر هنالك. إسبانيا تبحث عن نفسها، إيطاليا للسبيشال وين مورينيو الذي ذهب إلى روما، كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب الإيطالي لكن راية موجودة والتسلل حاضر، أكبر ملاعب أوروبا، كرة بمحاولة ملعوبة أمامية داخل منطقة الجزاء، لا 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 الاستلام يا أويرزابال، الاستلام يا أويرزابال اليمنى، محاولة لا زالت مستمرة أويرزابال، أويرزابال أسماء للاعب كانت موجودة في ذلك اللقاء وتتواجد، سيمون لا زالت مستمرة قائمة خطيرة خطيرة خطيرة، أوهو بوسكيتس، بوسكيتس في اللقطة الماضية هنا بمحاولة تأتي عن طريق داني أولمو، أولمو يسدد لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد ذلك وصلت إلى أن تكون حمراء إيميرسون، إيميرسون ينطلق يمر يتقدم على مشارف منطقة الجزاء خطيرة جدا، مرت من أمام الجميع لا زالت مستمرة وقائمة، لكن بعد ذلك طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة بمحاولة أمامية الآن إيموبيلي يحاول لكن إيميريك لابورتي سيمون يتدخل ويبعد الكرة في التوقيت المناسب، أبعدت من أمام بوسكيتس، صافرة موجودة وخطأ يأتي على القائد سل قدم، كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن لمصلحة المنتخب الإيطالي، تدنى عليها كرة بانطلاقة تأتي عن طريق ألبا، وصلت خطيرة، أوهو أوهو هات موراتا، إذا على كذي جيب موراتا لا أهون. إيميرسون إلى محاولة انطلاقة، إيميرسون دائما أسرع دائما أسرع دائما، هو من يسبق لاعبين المنتخب الإسباني على الكرة، لعب الذي يلعب مباراة الدولية، كرة من جديد أمامية الآن داخل منطقة الجزاء طالت على الجميع، وصلت سهلة عند حارس المرمى دونارون، يدخل إلى منطقة الجزاء بالطريقة المعتادة إيميرسون الآن، أوهو خطير كرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا أينما كنتم مرحبا بكم، وتقدمون والكرة في الجانب المقابل تعود إلى تشيرو، تشيرو تشيرو يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب ومحبيها قياسا على أدائها في البطولة، بينما ومر في 94 مر الآن بكرة ملعوبة، كرة تسديد عن طريق بوسكيتس بالقدم اليمنى لكن علت العارضة هذه الكرة، والمحاولة الماضية لإسبانيا ملعوبة في الجهة اليمنى، أولمو عرضية خطيرة، دي لورينزو لاعب نابولي نابوليستا في اللقطة في الجهة اليمنى، كيزا خطير، كيزا مميز يسدد، أوناي أوناي يتصدى سيمون في المكان المناسب في الجانب المقابل، ألبا في الجانب المقابل أيضا يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين الأسبان ظهورا في بطولة أمم أسبانية، الضغط لا زال قائم، وصلت إلى جوردي ألبا عرضية من ألبا
الإسباني على يمين دوناروما ملعوبة داخل منطقة الجزاء. دوناروما في المكان المناسب عادت عن طريق رأسية اللاعب ألبا ينطلق يمرر الكرة في الجهة اليسرى فرن. في الكثير من الأحيان تعرف كيف تواجه أمامية ملعوبة الآن. تغيير الاتجاه اللعب مرور بشكل مثالي تسديدة تأتي لكن في أحضان حارس المرمى دوناروما التي ينجح فيها دائما لابورت والتسديدة عندما يفشل الأب قد يصرع الأبن الأمجاد في ديركو كيزا يسجل ويضع الطليان في المقدمة يضرب ويهز شباك ناسيمون ويضع إيطاليا هنا في ويمبلي في هذا المفاف أنها مدرسة من سيتخرج إلى اللاعب ألبا جوردي عادت إليه المحاولة العرضية داخل منطقة الجزاء كيليني يبعد الكرة إلى خلف محاولة لمصلحة المنتخب الإسباني الآن داخل المنطقة لا 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 إلى خارج أرضية الملعب مرت بك وإلا لا تعود إلى إسبانيا كرة بمحاولة ملعوبة داخل مستحيل هذا لكيزا مستحيل أي أداء لكيزا الأول بالرغم من أنه كان الطرف الأفضل في هذه المواجهة لكن كان يفتح جوردي ألبا عرضية من ألبا داخل منطقة الجزاء دوناروما ولكن هنالك صافرة موجودة وخطأ هنالك صافرة موجودة مباراة النهائية بعد ذلك هنالك نهائي بطولة كوب يلعبها إلى بيرارتي ينطلق بيرارتي ذلك جاء بيسينا يلعبها إلى بيرارتي أوه لكن أوناي سيمون أوناي صنف في النهائي مراتا الآن داخل منطقة الجزاء عرضية يلعبها لكن اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أربعة إسبانيا من أجل التعادل لا 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 جاء مراتا وأرفع لك شخصيا القبعة يسجل الفارو ويعيد الإسبان إلى المواجهة من جديد داخل منطقة الجزاء هي كرة خطيرة جدا للمنتخب الإسباني والتسديدة تأتي عن طريق جيرار ميرينو حتى التعديل يعود بالمواجهة الآن محاولة من جديد خطيرة لا 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 طالت على القائد بوسكيتس واستمر اليوم لوقت إضافي سيسجل رقما قياسيا آخر لمسة اليد لكن في عالم كرة القدم إذا كان المدافع مرتد الميدان الأمور لا زالت في أرضية الميدان وتتواصل الأرقام القياسية أتمنى ذلك كرة بمحاولة ملعوبة لمنتخب إسبانيا لكن حارس المرمى مستمر مراتا يسدد ضاعت جاءت عادته جاءت اليسرى وصلت إلى مراتا طالت على ألفارو طالت وصلت الكرة بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة لا زالت مستمرة يورينتي لكن التصدي يأتي والإبعاد في التوقيت المناسب أداء مميز الكرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا ملعوبة في المرمى لكن راية موجودة وتسلل هذه الكرة واجهت يوناي لوكاتيلي يسدد ويوناي من أجل الأولى أولمو يسدد لا 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 ذلك ينظر إليه بهذه الطريقة يسدد في المرمى يضع الكرة في المرمى بيلوتي يسجل أن جيرار يعيد الأمور إلى التعادل نعم يعادل النتيجة جيرار مورينو يعاد بونوتشي وسيمون بونوتشي الله 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 لكن يتقدم الله عليك بكل ثقة برناردسكي بالقدم اليسرى صعبة اليسرى الله عليك من أجل ركلة التعديل يوهو